أول حارس يصدمني من كمية التصديات في مباراة واحدة يا شباب، بعد مشاهدة أول مباراة، فقط أول مباراة أعرضها لك شاهدها من دون تقطيع، حرفيا كمية التصديات خرافية والله، حارس مو طبيعي يا شباب. وبعد أن تشاهد أول مباراة سوف ألعبها أضمن لك أنك سوف تعرف أهمية ودور الحارس المرمى، يجب أن يكون قوي قوي جدا حتى تنتصر في المقابلات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخيرين وعلى خير. في هذا الفيديو أصدقاء سوف نقوم بتجربة بطاقة بيتر تشيك يا شباب، هذه البطاقة بأوفر 101. خلونا أول شيء نعطيها 3 نقاط مهارة حتى نجربها بأقصى الطاقة يا جماعة، أقصى الطاقة بالنسبة لي فقط يا جماعة. لذلك قبل البداية يا جماعة لا تنسوا الإشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، لا تنسوا الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنسوا دعواتكم مع إخواننا في فلسطين، إخواننا في اليمن، إخواننا في السودان. وخلونا نبدأ يا شباب. بالنسبة للكثير من الإخوان يسألونني عن بطاقة بونو، سوف أجرب لكم بعد بطاقة تشيك بطاقة دياغو كوستا، ثم بعد بطاقة دياغو كوستا سوف أجرب لكم البطاقة الجديدة الخاصة ببونو، ثم بعد بطاقة بونو سوف نقوم بتجربة بطاقة دوناروما الخاصة بحدث اليورو. لذلك يا جماعة لا تبخلوا علينا بالدعم، فقط اللايكات، أحتاج فقط بعض اللايكات حتى يتم تحفيزي يا جماعة، وأضع لكم باقي الفيديوهات بشكل سريع يا شباب. وخلونا نشوف الآن بعد أن أعطينا 12 تدريب، خلونا نكملها 15 تدريب، أعتقد أنه سوف نستطيع إكمال ل 15 تدريب. لكن خلونا اول شيء نشوف طاقاته، هل نضيفها ام لا؟ لا والله، طاقه اسطوريه، 129 في الارتماء، 131 في التمركز، 130 في الارتدادات، حرفيا طاقه اسطوريه خصوصا التمركز الخاص بهذا الحارس. طوله 1.96 متر تقريبا. كل بطاقه بيتر تشيك كانت جيده جدا، خصوصا بطاقه التوتشي وكذلك هذه البطاقه الخاصه بالايكون يا جماعه. لكن معنا اول مباراة، يا رب ان يكون اداء خرافي كما تلاحظون، الخصم معه لونين ترقية كاملة ومعها هنري في الهجوم يا جماعة، هذه تشكيلة المتواضعة يا شباب. يا رب ان تكون مباراة اسطورية وان يكون الخصم قوي يا جماعة. الكرة مع الخصم، هنري وين رايح؟ وين رايح يا هنري؟ مستحيل مستحيل، ماذا تفعل بالمدافعين؟ يمررها لوين؟ لزيدان، زيدان، والمدافع يقطع يا شباب. خلونا نهدي كرة، هذه المباراة سوف تكون قوية جدا يا جماعة. يلا الوان تروح، الروح يا كوبو، كوبو انت املنا في هذه المقابله. ضربه خطا، ضربه خطا واضحه يا حكم. يلا خلونا نتوكل على الله ونشوف هل سنسجلها ام لا. مستحيل مستحيل يا غريمالدو، هل اصبحت تسجل الاهداف من دون اذني؟ الكره مع الخصم، الكره مع الخصم، من وينها؟ وزيدان، زيزو وين رايح؟ وين رايح يا زيزو؟ ارجوك لا تسجل، مستحيل، يا ساتر عليك، مستحيل يا بيتر. اولى التصديات من بيتر تشيك، حرفيا تصدي خرافي. خلونا نشوف شكل الخصم، ضاغط، مستحيل، مر زكريا، زكريا لوين؟ لكولوموني، الكرة مع هنري، هنري، مستحيل الخصم يمسك الكرة، يعيدها للخلف من أجل إعادة بناء الهجمة. والله خصم أسطوري، لاحظوا التمريرات، ماذا تفعل؟ وباريلا حرفيا مدمر في خط النص، مستحيل، كولوموني لهنري، هنري وغريمالدو، أسطورة الألبي في اللعبة يا جماعة. الكرة لازالت مع الخصم، كولوموني لزيدان، زيدان، مستحيل التمريرات، أرجوك أرجوك، مستحيل يا بيتر. تصديين عالميين في صوت المقابلة الأول يا جماعة، حرفيا هذا الحارس سوف يكون مبدع مبدع، والحمد لله. يسترجع الدفاع، يلا المرتدة يا باريلا، باريلا يمررها لكوبو إلى راؤول، يلا يا راؤول انطلق انطلق، معاك 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 فارغ، يلا والله ضيعتها يا شباب. خلونا نركز، فودين في الاسترجاع، مر فودين 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 فودين، مستحيل لتشافي، حرام يا حكم. أسوأ شيء في هذه اللعبة هو هذه الصفرة من الحكم يا جماعة، كلما أردت التسجيل يصفر لك في نهاية الهجمة. لكن خلونا نركز، لازال وقت كبير حتى نفرح بالنتيجة يا شباب. الكرة مع فودين، يمررها لراؤول، راؤول أنا مررتها لغريمالدو، مستحيل سرعات هذا اللاعب، يمررها لوين؟ لراؤول، والدفاع يتصدى، الكرة أصبحت مرتدة مع الخصم، لكن نسترجع في النهاية. يلا يا كوبو إلى راؤول، يلا يا راؤول، يلا يا راؤول، ولونين، يا ساتر، مستحيلة يا فودين، ماذا كنت ترغب؟
والله يراوغ الكل هذا فضيل، لكن الفينيشن عنده ضعيف يا إخوان. الكرة لازالت مع الخصم، هل سيعادل النتيجة أم لا؟ الكرة مع كولومواني إلى هنري، مستحيل. هنري انطلق، ماذا ستفعل يا هنري؟ هل هي الأرتو؟ هل مستحيل يمررها لكولومواني؟ مستحيل يا بيتر، حرفيا التصدي الثالث يا جماعة. والله هذا الحارس خرافي، لو كنت أمتلك حارس آخر لكنت إن هزمت الآن يا جماعة. الكرة لازالت مع الخصم، مستحيل. لا لا لا، عالم يا عالم يا بيتر، حرفيا هذا الحارس منقذ بكل معنى الكلمة يا جماعة. الكرة ضربة ركنية، وتشيك في المكان المناسب. الدقيقة 76، نمررها لجريمالدو على أساس ننطلق بالسرعات، مستحيل سرعات هذا اللاعب. لاحظوا والله كما لو أنك تمتلك فريمبونج، لكن جريمالدو أفضل بكثير. لاحظوا كيف يراوغ، مستحيل. لا كان سيكون هدف مارادوني يا جماعة. الكرة أصبحت مرتدة مع الخصم، آخر هجمة لا تقل للتعادل، مستحيل الفراغات. أرجوك يا بيتر، أخرج تدفع يا حارس، مستحيل. هذا هو التصدي الخامس يا جماعة. يا ساتر على مباراة، والله أرهقني هذا الخصم، لكن بفضل الحارس الذي نمتلكه والله انتصرنا في هذه المقابلة. والخصم المولي شكله معاش مايكل في حراسة المرمى، يا ساتر عليك يا جمال. سوف نرى ما الذي سوف تفعله بكليان، والله سوف أراقب لك هذا كليان مراقبة مو طبيعية يا عم. وخلونا نشوف كيف سوف نتعامل مع هذا الخصم. الكرة مع سقراطيس إلى كليان لويل لجانيولا، هو البغل إلى وين؟ مستحيل. لا والله بيتر عالمي يا جماعة، يا ساتر على التصديات من هذا الحارس يا إخوان. عندما أشكر لكم حارس فاعلموا أنه جيد، لأنني قليلا ما أجد مثل هؤلاء الحراس. الكرة مع فودين، يلا يا فودين. لا حرام، والله ضيعت الهدف يا شباب. لكن خلونا نركز، لازلنا في البدايات. جانيولا لماركيزيو، الحمد لله. وخلونا نشوف ماذا سنفعل يا شباب. خلونا نركز على كوبو، لأن كوبو دائما هو مفتاح نجاحاتي، خصوصا بعد أن غيرت بطاقة كفارة. الآن أصبح المنقذ هو كوبو. يلا يا راول، مستحيل يا راول، يا ساتر عليك يا راول. الكرة مع كيليان هرب، شد يا باريلا، ها هو كيليان، ماذا ستفعل يا كيليان؟ قرأتك يا كيليان، لا تقل ضربة خطأ للخصم، شكلا نتعادلنا يا جماعة. للأسف أعتقد أنه سوف نتعادل، الحمد لله، كنت أعتقد أن ضربة خطأ للخصم، لكنها لي في النهاية. لازالت الكرة مع ماركيزيو، هل تبحث عن الباور شوت؟ نعم قرأتك يا عم، أصبحت مرتدة. يلا يا جماعة يا فولار، دائما تصفر يا حكم، والله حرام عليك. لكن الحمد لله انتصرنا بفضل هذا العملاق بيتر تشيك يا شباب. وخلونا نشوف الخصم الموالي يا جماعة، بأوفر 102 اسمه بورتوغال، مع دوناروما ب20 تدريب، هذه تقريبا بطاقة أسطوري، لكن شاكك أن بطاقة تشيك سوف تكون أفضل من بطاقة دوناروما يا إخوان. الكرة لازالت مع الخصم، من ده؟ هل هو ميسي؟ لاحظوا كيف سوف أتعامل معاه، لا تدخل علي، لأنك إذا دخلت عليه سوف تبلع. أهم شيء أن تحبسه في منطقته، لا تجعله يراوغك، لأنه إذا راوغك كما تلاحظون فقط سوف يمرر. وبيتر يا عالمي، دائما هذا الحارس في المكان المناسب، تمركزه صح، تصدياته صح، كل شيء تمام في هذا الحارس. يعني كما تلاحظون ولا نقطة ضعف لحد الساعة. يلا بسرعة يا فودان، مستحيل التحولات، أرجوك يا فودان، خلونا نمررها، حرام أنا مررتها للاعب البعيد. لكن لازالت الكرة معاي، باريلا لويل لفولار، أرجوك يا فولار، مستحيل، والدفاع يتصدى. الكرة لازالت معاي، يلا يا راول إلى فودان، مستحيل، يا ساتر عليك يا فودان، يا عالمي يا فودان، تذكرني بكفارة يا عم. الكرة لازالت معاي، مستحيل التمريرات، روح يا راول، يلا يا فودان، أبدعنا بالتاني يا فودان، مستحيل. لا حرام، تضيع مثل هذه الكرات، هذا هو مشكل فودان، يفعل كل شيء لكن أمام المرمى ضعيف جدا يا شباب. الكرة مع فودان مجددا، مستحيل. لا عالم يا فودان، كيف تلعبت ببلانكو، كيف مريت يا أسطورة. الكرة لازالت مع فولار، ماذا تفعل يا فولار، ما هذا التباطؤ. يلا بسرعة لباريلا، باريلا، مستحيل. لا عالم يا باريلا، أسطوري هذا اللاعب يا جماعة، من افتك الكرة هو نفسه ثم قطعها وانطلق وسجل، حرفيا أفضل خط نص
ونص لعب دبي يا جماعة في السعر المتوسط يا إخوان. وخلونا نشوف الخصم الموالي يا شباب، نتمنى أن يكون كذلك خصم جيد يا جماعة. من هو الخصم بأوفر 99 مع دروغبا وممرضة جيفيلي في حراسة المرمى يا شباب؟ نتمنى أن تكون مباراة أسطورية يا جماعة. نحن الآن في الشوط الثاني، لأن الشوط الأول كان سيء جدا. أوريجي عمادة تبحث يا أوريجي، وغريمالدو في التصدي. يلا وين التغطية وين التغطية وين التغطية؟ مشكل حرام. لهذا السبب أفضل دائما أن تلعبوا بالسدائم، لأنه يغطي لك تلك المنطقة. لاحظوا الافتكاك من باريلا دائما في المكان المناسب، مستحيل يكوب. يا ساتر على اللفة والأرتو، عالمية من هذا اللاعب، حرفيا أمتع لاعب لحد الساعة لازلت ألعب به في مواجهات دفاعات بأوفر 102 103 ويعمل للمستحيل هذا كوب. ولاحظوا اللفة، أهم شيء هو اللفة التي قام بها. لاحظوا كيف لف بول، فينش عالمي من هذا اللاعب. والحمد لله نهاية المقابلة بالتعادل 1-1 يا جماعة، حرفيا كانت مباراة صعبة جدا يا إخوان. وخلونا نشوف الخصم الموالي يا أساطير، نتمنى كذلك أن يكون خصم أسطوري جدا يا شباب. لحد الساعة لازلت مستمتع جدا ببطاقة تشيك يا شباب، وليد بأوفر 99 مع رودريجو وديماريا ودروغبا في مركز الإستي. يلا يا فودان، يلا يا فودان، نعتمد عليك يا فودان، نرغب بهدف ماراطوني، هدف أسطوري. يلا يا فودان، ضيعتها يا فودان. الكرة لازلت معاي، يلا يا كوبو، مستحيل كوبو، يلا يا كوبو، أبدعنا بهدف أسطوري. لا والله، لا أليسون، ابلع يا أليسون. الكرة لازلت مع الخصم، تمرير عالمية لدروغبا، يلا يا تشيك، يلا يا تشيك، تكفى يا حارس، الحمد لله. الكرة لازلت معاي، فولاري لوين، مستحيل التمريرات، يلا يا باريلا، يلا يا باريلا، ضيعتها يا عم. الكرة لازلت مع الخصم، يمررها، مستحيل الفراغات، أرجوك يا بيتر، أرجوك يا بيتر. ما هذا الإمساك؟ أول خطأ، لكن خلونا نعديها يا جماعة. وحرفيا الفوز الموالي يا شباب، حرفيا حارس مستمتع به جدا يا إخوان. والآن خلونا نتحدث عن هذا الحارس يا شباب، حرفيا حارس متكامل جدا في كل شيء. لا في الأرض التي من بعيد، يعني خلونا نقول أن الأرض من القريب لن ستسجل على أي حارس كيفما كان يا شباب. الأرض البعيدة يتصدى لها، يعني الانفرادات يتصدى لها، الرأسيات يتصدى لها، كذلك فيما يتعلق بالتسديدات التي من قريب والله يتصدى لحوالي 60% منها يا شباب. لكن كما قلت لكم، عيبان يمتلكهما هذا الحارس. أول شيء هو البورشوت، تدخل عليه بسهولة يا جماعة. وثاني شيء وهو الأرض التي من قريب، لكن لا يمكن اعتباره عيب لأن أي حارس سوف تسجل عليه يا جماعة. لكن كتجربتي بالنسبة لي لهذا الحارس فهو جيد جدا يا شباب. يمكنني أن أقارنه لكم ببطاقة توتس الخاصة بدوناروما 98، حرفيا كلاهما جيدتين. فبالنسبة إلي بعد أن جربت لكم هذه البطاقة، خدت قناعة أن هذه واحدة من بين أفضل البطاقة. إذا وضعت لكم ترتيبا لأفضل الحراس، بالتأكيد سوف تكون ضمن أفضل 5 حراس جربتهم لحد الآن. وموعدنا في الفيديو القادم مع بطاقة جاكو كوستا، ثم بعد بطاقة جاكو كوستا سوف تكون بطاقة النجم المغربي بونو يا جماعة. لذلك أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو. لا تنسوا يعني الاشتراك في القناة واللايكات الخاصة بكم، وشكرا لكم على المشاهدة.